معنا من موسكو المحلل والسياسي ديمتري بريدجي، ومن باكو عضو البرلمان الأذربيجاني جافينشير فيزييف، ومن يريفان الخبير في العلاقات الدولية كارو أسادوريان. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك سيد ديمتري من موسكو. معطى جديد يتمثل في مقتل عدد من الجنود الروس في إقليم ناغورني كاراباخ، وهو تطور خطير. ما الذي يحمله هذا التطور على الأمن في هذا الإقليم؟ تحياتي لكم للسادة المشاهدين وضيوفكم الكرام. أعتقد بكل تأكيد الآن الأزمة التي تحدث في ناغورني كاراباخ هي أزمة قد تؤثر على المنطقة، منطقة القوقاز. فبكل تأكيد يعني العودة إلى الاشتباك أو عودة إلى التوتر الحاصل في ناغورني كاراباخ وله مؤشرات بكل تأكيد. وفي السنوات القليلة الماضية روسيا كانت تحاول الاحتفاظ بالمنطقة وضمن أمن هذه المنطقة قوات حفظ السلام الروسية التي كانت تضمن عدم يعني أن يكون هناك اشتباك مباشر بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمنية، ولكن يبدو بأن الآن هناك تغييرات تحدث في منطقة ناغورني كاراباخ. أولا عملية التي بدأتها القوات الأذربيجانية، ويعني التوتر الحاصل الدبلوماسي والتوترات الحاصل حتى في داخل أرمينيا في ريفان، الاحتجاجات التي رأيناها بكل تأكيد هي تؤثر على المنطقة، تؤثر على التوترات التي بالفعل حصلت في السابق بين أذربيجان وأرمينيا. وأعتقد بأن روسيا الآن تحاول إيجاد حلول بين الطرفين، بين الطرف الأذربيجاني والطرف الأرميني، والتوسط لحل يضمن استقرار منطقة ناغورني كاراباخ ويضمن استقرار الأمن، ويعني أن يكون هناك لا يوجد هناك إطلاق نار وأي اشتباك بين الطرفين. ما الضمان أن يلتزم الطرفان بما تم التعهد به بهذه الاتفاقات، أن لا تعود الأمور مرة أخرى إلى نقطة الصفر ونشهد اشتباكات جديدة، نشهد عمليات عسكرية جديدة في هذا الإقليم؟ يعني أعتقد بأن قوات حفظ السلام الروسية الآن يمكن أن تلعب دورا مهما. أيضا الضمانات التي يمكن أن تقدمها روسيا لأرمينيا، وأيضا يعني الطرف الأذربيجاني الذي يقدمها للأرمن في ناغورني كاراباخ، لأن يعني أرمن في ناغورني كاراباخ يحتاجون إلى ضمانات من الطرف الأذربيجاني لكي لا يحدث هناك أي مشاكل للأرمن في ناغورني كاراباخ، وهذه الضمانات يجب أن يتم تقديمها وأن تلعب روسيا دور الوساطة المهمة رئيس روسيا فلاديمير بوتين في التوسط بين الطرفين، لأن إذا ما انفجرت منطقة القوقاز فتؤثر على أيضا المنطقة بشكل كامل. وبالفعل يعني الدول الغربية تحاول التلاعب في منطقة القوقاز والاستفادة من الأزمات الموجودة في منطقة القوقاز لأجل الضغط على روسيا. سنعود لنتحدث عن ذلك في وقت لاحق. الآن نتحول إلى باكو مع السيد جافينشير. كيف سيؤثر مقتل الجنود الروس على تحركات أذربيجان العسكرية في هذه المنطقة، وهي التي بدأت عملية عسكرية بهدف إرساء الاستقرار ضد الإرهاب في الإقليم مؤخرا؟ نعم، أشرتم بشكل صحيح. فأذربيجان بدأ عملية لمكافحة الإرهاب، ولكن الأمور انتهت اليوم. نعم، يبدو أننا نواجه مشكلة بالصوت والصورة مع ضيفنا من باكو، سنعود له ريثما يتم إصلاح هذا الخلل. الآن نتحول إلى يريفان أو مع خبير العلاقات الدولية كارو أسادوريان من يريفان. يعني رأينا عملية عسكرية لأذربيجان كانت كافية فقط ليوم واحد، بالتالي ما هي الآن خيارات أرمينيا بعد ما رأيناه أيضا مؤخرا من استهداف الجنود الروس في هذه المنطقة؟ مساء الخير. في البداية أود أن أصلح تعبير الذي ورد على لسان الدولة المعتدية أذربيجان، وهي عملية لمكافحة الإرهاب. من هم الإرهابيون؟ النساء والأطفال. خلال اليومين المنصرمين شاهد العالم جريمة ممنهجة للتطهير العرقي ضد الأرمن في جمهورية أرتساخ.
أرتساخ ليست إقليما فحسب، بل هي دولة أعلنت استقلالها بناء على حق تقرير المصير، وأعلنت استقلالها منذ 30 عاما. والآن يتكلمون، يتحدثون الأذربيجانيون عن عملية مكافحة الإرهاب. من الإرهابي الذي يدافع عن بيته وعن الأطفال والنساء والشيوخ، أم الدولة التي تقصف المدنيين وتقتل الأطفال؟ لننتقل إلى الموضوع الأهم. الجميع يأسف على مقتل الجنود الروس في قوة حفظ السلام. إنهم موجودون في المنطقة وفي جمهورية أرتساخ لحماية المدنيين والمحافظة على السلام. المجتمع الدولي بأكمله، بدءا من روسيا والغرب وحتى دول العالم كلها، أدانت فرض أي حل عسكري بقوة السلاح. وأذربيجان لجأت إلى حملة ممنهجة للتطهير العرقي، الإثنيك كلينزينج. وهنا ضمن هذه العمليات قتل أولئك الجنود، وهي ليست سابقة. فالأذريون مشهورون بقتل الأطفال والمدنيين وحتى الجنود الروس. حتى في العام 2020 عندما كانت قوات حفظ السلام تتجه إلى منطقة جمهورية أرتساخ، طيب، أيضا قام الأذريون بقصف القوافل الجنود الروس في قوات، يعني أنت بمعنى آخر تقول بأن من استهدف الجنود الروس هي أذربيجان، هكذا أفهم منك؟ بالفعل. طيب، سأنقل ذلك لضيفي من باكو، عضو البرلمان الأذربيجاني، مرة أخرى إذا كان الصوت يصله بالشكل المطلوب. جيفن شير، أستاذ جيفن شير. إذا ضيفي من يريفان يقول بأن من استهدف قافلة الجنود الروس هي أذربيجان في هذه العملية العسكرية التي تنفذها في هذه المنطقة. لا أفهم كيف زميلي من أرمينيا يستطيع أن يؤكد على ذلك، لأن المكان الذي حصل فيه ذلك، منطقة جنيا تارسكي، هي تحت سيطرة قوات حفظ السلام الروسية، وكان هناك مواقع عسكرية أرمينية، لم يكن هناك عسكريين أذربيجانيين في تلك المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، لم يكن هناك جنود وعسكريين أذربيجانيين. هذا ليس من شأننا، وخبراء الجريمة سيبحثون بالأمر وسيعطون جوابا مهنيا. هذه الأمور تجري وتحصل أثناء الصراعات العسكرية في أي مكان حول العالم. أستطيع أن أقول أيضا كزميلي الأرمني بأن الأرمن هم من فتح النار على الروس، ولكن لن أقول ذلك لأننا لا نتواجد هناك ولا نستطيع أن نعرف التفاصيل فيما حصل ولا نؤكد على الأمر. لكن أستطيع أن أقول أن منطقة جنيا تارسكي حيث جرت الحادثة كانت تحت سيطرة عسكريين غير نظاميين أرمنيين وغير شرعيين، وبالتالي هم ما كان بإمكانهم أن يفتحوا النار. بالعودة إلى جواب زميلي الأرمني، أستطيع أن أضيف مجددا، زميل الأرمني بدأ يتحدث عن إبادة عرقية. مليون شخصا تم طردهم خلال 30 عاما بقي في مناطق أخرى من أذربيجان. كيف يمكن أن نسمي هذا إذن؟ أليس هذه تطهير عرقي ومجازر إثنية؟ عن أي تطهير عرقي يمكن أن يجري الأمر في حال العمليات كانت تجري حصرا ضد المسلحين غير الشرعيين والتنظيمات العسكرية غير الشرعية الأرمينية المتواجدة بشكل غير شرعي على أرض أذربيجان؟ طيب أستاذ جيفن شير، لو سمحت لي، يعني ما الأسباب التي أدت
إلى هذا التوتر من جديد، حتى التوتر ليس في منطقة يعني ناغورن كاراباخ بل في منطقة الجنوب القوقاز بشكل عام، وإلى أي درجة يرتبط ذلك بالمناورات المشتركة أو التدريبات العسكرية المشتركة التي أجدرتها يريفان مع واشنطن؟ أستطيع أن أقول أن هذا لا يرتبط بمناورات عسكرية تجري حاليا على أرض أرمينيا، لا يرتبط هذا الأمر إطلاقا بالمناورات هناك. السبب في الصراع الذي يطول لأكثر من 30 عاما، تقريبا منذ 30 عاما القوات المسلحة الأرمينية للجمهورية الأرمينية قامت باحتلال 20% من أرض أذربيجان، وإلى عام 2020 بقيوا على أرض أذربيجان بغض النظر عن 4 قرارات للأمم المتحدة لم يتركوا المناطق المحتلة. وبالتالي في عام 2020 كما تعرفون حصلت حرب وأرمينيا استسلمت وأخذت على نفسها مسؤولية. سأعود لك أستاذ جيفينشير في هذا السياق، تحول إلى الأستاذ ديمتري بريجي من موسكو. من الطرف الذي له مصلحة في توتير الأجواء في هذه المنطقة عندما نتحدث عن تحركات غربية، محاولات من قبل الغرب للتأثير على الاستقرار الذي أرسلته قوات حفظ السلام الروسية في هذه المنطقة؟ طولا يعني بكل تأكيد الأزمة هي أزمة طويلة الأمد، 30 سنة من الأزمة في ناغورني كاراباخ. نعم روسيا يعني حافظت على السلام اللي يكون هناك أي توتر بين أذربيجان وأرمينيا. بكل تأكيد ثانيا الدول الغربية الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الآن الاستفادة من الملف الحاصل في ناغورني كاراباخ لتفجير منطقة جنوب القوقاز، وحتى يعني التدريبات مشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة الأمريكية نعم هي ليست ليس لها علاقة بما يحدث في ناغورني كاراباخ، ولكن هي أيضا محاولة للتقرب من أرمينيا وتأثير على منطقة جنوب القوقاز للضغط على روسيا. بكل تأكيد يعني الآن هذه السياسة الأمريكية التي أيضا تحاول تقرب مع دول آسيا الوسطى للضغط على روسيا، هذه السياسة التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد يعني التغييرات التي حدثت في السياسة الدولية. فالآن منطقة القوقاز بكل تأكيد منطقة جنوب القوقاز إذا توترت فهذا سوف يؤثر على يعني روسيا وعلى الدول المجاورة. ف يعني أعتقد في الوقت الحالي لا يمكن الحديث عن توتر كبير، ولكن بكل تأكيد هذا التوتر الحاصل إذا ما استمر ولم يتم إيجاد حلول دبلوماسية بين الطرفين ولم يكن هناك وساطة، إن كانت الوساطة الروسية وساطات أخرى، فقد نرى توترات أكثر، لأن الدول الغربية وحتى رأينا تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تحاول التدخل في هذا الملف، تحاول أن تدعم طرف معين، إن كان يعني فرنسا التي تدعم الطرف الأرميني أو الأطراف الأخرى، فهذا الشيء فقط يعني يصب النار ويسبب مزيد من المشاكل في ناغورني كاراباخ ويزيد من التوتر الحاصل. نعم أستاذ كارو، يعني البعض يقول بأن الآن أرمينيا تخسر آخر حلفائها في هذه المنطقة، روسيا من خلال المناورات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التصريحات التي استمعنا إليها من قبل السياسيين الأرمينيين ضد موسكو في الآونة الأخيرة، والآن ما يجري مجددا في منطقة ناغورني كاراباخ، ألا يؤثر ذلك على مجمل العلاقات ما بين موسكو ويريفان، وبالتالي لن يكون ليريفان يعني في دول الجوار مثلا إيران تركيا والآن جورجيا الآن لن يكون له حلفاء في هذه المنطقة؟ بداية روسيا هي حليف استراتيجي لأرمينيا مهما كانت التفاصيل اليوم، وربما هناك بعد التوتر في العلاقات، ولكن روسيا هي حليف استراتيجي لأرمينيا وهناك معاهدات للدفاع المشترك، هذا لن كل هذا لن ينتهي في غضون أيام. هناك من يحاول دق السفين بين أرمينيا وروسيا
ولكن هذه المحاولات ستبوء بالفشل بالتأكيد، لأن العمق الاستراتيجي لأرمينيا يعني كيف هناك من يحاول دق إسفين؟ نحن رأينا تحركات من السلطات الأرمينية الآن، مناورات مع الولايات المتحدة الأمريكية، زوجة الرئيس الأرميني تتجه لكييف في زيارة. هذا التوجه ألن يضر بالعلاقات مع موسكو في هذا التوقيت؟ المناورات كانت دائما تجري مع حلف الناتو ومع أمريكا، حتى بعلم روسيا. هذا ليس بشيء جديد، ربما كان التوقيت استفزازيا. ومن قال إن الشعب الأرمني متفق مع النظام في توجهاته هذه؟ هناك اليوم حركة كبيرة ضد النظام في أرمينيا، والذي تخلى عن جمهورية أرتساخ. أرمينيا كانت الضامن الرئيسي لجمهورية أرتساخ ولحماية السلام. أذربيجان اليوم تتبجح بأنها في يوم واحد أنهت الإرهاب في جمهورية أرتساخ، بينما قتلت أكثر من 200 مدني، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين. نحن ليس لدينا حتى الآن أرقام عن الضحايا من العسكريين، أنا أتحدث فقط عن الضحايا المدنيين. فأذربيجان بمباركة تركية وسكوت ضمني من كل العالم بما فيها روسيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كلهم علموا بالعدوان قبل وقوعه ولم يحرك أحدا ساكنا. نقدر جهود قوات حفظ السلام في محاولتها لحماية المدنيين، ولكن كيف يحمي فقط 2000 جندي في قوات حفظ السلام 120 ألف مدني في جمهورية أرتساخ وكامل الجيش الأذربيجاني يصب كافة أنواع الأسلحة من درونات ومسيرات وقصف مدفعي وقصف صاروخي وقصف بالطيران؟ طيب، وصلت الفكرة في هذا السياق. دعني أوجه ذلك لضيفي الأذربيجاني من باكو الأستاذ جافينشير. يعني كما استمعت، ما يجري الآن هو عملية ضد المدنيين، ضد الأطفال، ضد النساء، وليس فقط ضد العسكر في هذه المنطقة أو التنظيمات التي تصفها باكو بالإرهابية في هذه المنطقة. الآن كيف سيصار إلى إعادة استقرار الأوضاع في هذه المنطقة من جديد؟ وقبل قليل استمعت أيضا بأن 2000 عسكري غير قادرين على حماية كل السكان في هذه المنطقة، كما تحدث ضيفي من يريفان. بداية لاحظت أن الضيف الكريم من يريفان لا يقول الحقيقة بصريح العبارة، أن هناك 200 عانوا وأصيبوا. هذا الأمر غير صحيح، لأن من أصيبوا كانوا من العسكر، من المسلحين، وتضررت أيضا عتاد وسلاح جرى نقلها بشكل غير شرعي إلى أذربيجان ونشرها في منطقة كرباخ الأذربيجانية. وكل الوثائق كانت تطالب أرمينيا بإخراج قواتها من هناك. أريد أيضا أن أضيف نعم، يبدو بأن الصوت انقطع مع ضيفنا من باكو. أتحول الآن مرة أخرى إلى ضيفي من موسكو الأستاذ ديمتري. هل سيقبل الطرفان الآن بأي صيغة جديدة لإرساء الأوضاع في
المنطقة. وكنا نتحدث منذ بداية الحلقة عن الضمانات التي يمكن أن يقدمها الطرف الروسي لأن يلتزم الطرفين بما يتعهدان به في هذه الاتفاقية. ألف عسكري روسي في هذه المنطقة، هل هناك نية لزيادة عدد القوات الروسية؟ أعتقد أن الرئيس الأرمني نيكولا باشينيان ليس لديه خيار سوى أن يعني الآن أن تكون منطقة ناغورني كاراباخ ضمن أذربيجان، لأنه واضح بأن يعني كان هناك حتى تفاهمات وهو تحدث عن اعترافه باستقلالية أذربيجان والأراضي الأذربيجانية. فهو واضح بأن يعني الآن ناغورني كاراباخ بعد تسليم الأسلحة فيها ويعني حتى انسحاب القوات الأرمنية إلى يريفان سوف تكون تحت سيطرة أذربيجان. ولكن السؤال المهم هو كيف سوف تكون أذربيجان لها لغة الحوار مع الأرمن في ناغورني كاراباخ؟ نعم، هذا هو السؤال الأهم، وضمان استقرار المواطنين الأرمن في ناغورني كاراباخ. نعم، قوات حفظ السلام الروسية 2000 التي موجودة هي ليست كافية لضمان عدد كبير من الأرمن، ضمان استقرارهم لكي لا يكون هناك أي اعتداء عليهم. فهذه أيضا يعني سياسة يجب العمل عليها. وأيضا أعتقد بأن للدبلوماسية الروسية ول يعني الخطوات التي يعمل عليها الآن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف تكون لها أولوية لحل هذه الأزمات في ناغورني كاراباخ. بكل تأكيد الآن يعني المؤشرات تتحدث بأن يعني هذه المنطقة يمكن أن تكون تحت سيطرة القوات الأذربيجانية، وهذه المؤشرات كانت واضحة منذ البداية، منذ اللقاءات التي كانت بوساطة تركية مع بين الرئيس الأذربيجاني والرئيس الأرمني. فكان هناك واضح بأن السياسة في منطقة ناغورني كاراباخ سوف تتغير، وبأن الرئيس الأرمني نيكولا باشينيان سوف يذهب بأن يكون تكون المنطقة ضمن سيطرة القوات الأذربيجانية. وحتى هناك كان إقبال في دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لكي يتم أن تكون هذه المنطقة تحت أمرة وسيطرة القوات الأذربيجانية. أعود إلى ضيفي الأستاذ جيفين شير لأن الصوت عاد مرة أخرى قبل أن أتحول إلى ضيفي من يريفان. أستاذ جيفين شير، الآن نتحدث عن الضمانات أن يلتزم الطرفان بما يتعهدان به على طاولة المفاوضات، بالتالي ما شكل المرحلة المقبلة من وجهة النظر الأذربيجانية في منطقة ناغورني كاراباخ؟ كما سبق وذكرت فإن الصراع المسلح قد وضع أوزاره، وغدا سيجري لقاء بين الجماعات الأذربيجانية والأرمنية في كاراباخ، وهناك سيوقعون اتفاقا حول الجماعات المسلحة غير الشرعية وإعادة النظام الدستوري على أرض كل منطقة كاراباخ. وبعد ذلك ووفقا للاتفاق الموقع بين الطرفين ستجري انتخابات محلية، والسكان المحليون من الأرمن وهم مواطنون أذربيجانيون سيمنحون ضمانات أمنية لهم ولكل الممثلي 80 من الإثنيات من بينهم الأرمن. وحاليا هناك 25,000 أرمني يعيشون في أذربيجان ويعيشون بشكل جيد، وما فيما يسمى بناغورني كاراباخ. الأرمن وبدفع من الساسة الأرمينيين أعلنوا استقلالهم منذ عقود من الزمن، وهذا يتعارض مع دستور الأذربيجاني، وقد اعترف العالم كله بكاراباخ جزء من أذربيجان. واليوم أذربيجان استعاد أذربيجان حقوقه الدستورية في كاراباخ، والأرمن في كاراباخ استسلموا، ومنذ يوم غد ستبدأ الحياة السلمية. أختم مع ضيفي من يريفان الأستاذ كارو في هذا السياق. الآن ما هي خيارات باشينيان أمام ما يجري؟ نشهد الآن مظاهرات حول مقر الحكومة، إلى أي درجة قد تؤدي هذه التظاهرات إلى الإطاحة بحكومة باشينيان؟ النظام في أرمينيا غير مقبول من كافة الأمة الأرمنية في أرمينيا وفي جمهورية أرتساخ وفي دول الشتات كلها. باشينيان فرط بحقوق الشعب الأرمني. ضيفك الذي يتحدث من باكو ويتبجح بأنه بقوة المدفع أسكت
حق تقرير المصير، ويقول دائما مللنا من استماع إلى الأسطوانة المشروخة الأذربيجانية، أنه كل العالم كان يقول أنه جمهورية أرتساخ جزء من أذربيجان. هذه أكذوبة، لأن العالم أجمع كان يقول بحق تقرير المصير للشعب الأرمني الذي يعيش في جمهورية أرتساخ. أنا أريد أن لضيق الوقت ألا أطول الحديث، سأقول فقط بأن الشعب الأرمني عاش في أرتساخ قبل أن يفد الأتراك في القرن العاشر، عاشوا 2000 سنة قبل أن يأتي الأتراك إلى لكن هذه المنطقة. أنا سألتك عن التظاهرات يا أستاذ كارون، سألتك عن التظاهرات. أنا أعقب الآن، لا يوجد وقت، لا يوجد وقت، تبقى لدي دقيقة واحدة. الآن هل سيستقيل باشينيان أمام هذا الضغط الشعبي؟ بالطبع، لأن الشعب بأكمله قال كلمته في الانتخابات الأخيرة التي جرت في العاصمة. حزب الحاكم للنظام لم يستطع أن يفوز بأصوات تخوله في قيادة العاصمة، فبان بالك بقيادة البلد بأكمله. الشعب يرفض سياسة باشينيان التي تفرط بحقوق الأمة الأرمينية في جمهورية أرمينيا وجمهورية أرتساخ. هذا النظام إلى زوال. شكرا لك من يريفان خبير العلاقات الدولية كارو أسا دوريان. أيضا أشكر من موسكو المحلل السياسي ديمتري بريجي، ومن باكو عضو البرلمان الأذربيجاني دكتور جافينشير فيزييف. شكرا أيضا موصولا لكم مشاهدينا الكرام، هذه تحية وإلى اللقاء.